ما هو الاسم الحقيقي لياسر عرفات؟ محمد إشي. اعطيني الاسم كله او الاسم العادي. محمد مشكور. تفضل. محمد عبد القادر القدوه. عبد الحسين مظبوط. الاجابه الصحيحه هي محمد عبد الرحمن عبد الرؤوف القدوه الحسيني. انت حصلت مع جائزه مقدمه من حركه الشيوخ الطلابي ومجلس الطلبه، تسلم جائزتك موجوده جواتها. طبعا هاي الفعاليه بتيجي ضمن نشاطات مجلس الطلبه وحركه الشيوخ الطلابي على مدار السنه في الجامعه، وهي بتستهدف الفئه الطلابيه في الجامعه. نحن بنعمل على خدمه الطلاب ونقدم لهم جوائز من اجل تشجيعهم على الدراسه والى اخره من الامور هاي. طبيعه الاسئله بتكون يعني تقريبا شامل جميع النواحي، من وطنيه من اجتماعيه من ثقافيه حتى رياضيه واجتماعيه وجغرافيه.